صل على محمد وآل محمد. اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها وقد بلغتني بمنك ورحمتك فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمات. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى. اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل ملا ويا عالم كل خفي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عنا في البلاء وتستجيب لنا في الدعاء وتقوينا فيها وتعيننا وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تاب لنا في الرضا إنك سميع الدعاء ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب وأوجب لنا فيها دار الخلود. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تترك لنا فيها ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم الخفيات يا راحم العبرات يا مجيب الدعوات يا رب الأرضين والسماوات يا من لا تتشابه عليه الأصوات صل على محمد وآل محمد واجعلنا فيها من عتقائك وطلقائك من النار والفائزين بجنتك والناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.